السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تتويج الفائزين بكأس المؤسس للخيل العربية والخيل المهجنة الأصيلة غدا السبت. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل. هيئة العقار تجدد دعوتها لتسجيل العقارات في 56 حيا في الرياض والدمام والمدينة المنورة. في يومها العالمي المملكة تستعرض إنجازات تمكين المرأة السعودية. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يحضر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مساء غد السبت حفل سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة الثرو بيرد الذي ينظمه نادي سباقات الخيل بميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعاون مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي بوزير خارجية البرازيل ماورو فييرا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء بعد غد الأحد 29 من شعبان الجاري. وطالبت المحكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. كما دعت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. أكد فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام، أكد أن شهر رمضان من أعظم المواسم وأجلها وأكثرها أجرا، داعيا إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل بتدارك ما فات والإكثار من العطاء وجعل الصيام والقيام خالصا لله. أيها المسلمون، إن شهر رمضان لمن أعظم المواسم وأجلها وأكثرها أجرا، لذا فما أجمل أن نتواصى فيما بيننا بما فيه نفعنا قبل حلول هذا المغنم الخير الوفير والمتجر الرابح الكبير، سائلين الله العلي القدير أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يوفقنا لصالح القول والعمل وحسن المآب. فمن أعظم ما يذكر به تجريد القصد والنية لله جل وعلا وجعل الصيام والقيام لله خالصا، فيترك المرء الرياء والعجب، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لله خالصا وابتغى به صاحبه وجه الله تعالى، ويحرص أن يكون له خبيئة من العمل الصالح ويحرص على أن يكون له خبيئة من العمل الصالح لا يراها إلا الله. هذا وهيئت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين المداخل والمخارج كافة إلى المسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين من أرجاء المعمورة لأداء الفريضة والمناسك بكل يسر وسهولة.
لإثراء تجربة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء الإيمانية، تتكاتف كافة القطاعات المعنية بالمشاركة في الحرمين الشريفين للتسهيل على المعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم وفريضتهم بكل يسر وسهولة. استعداد مكثف وخطة متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان، منذ وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام وحتى أدائهم لمناسك العمرة في صحن المطاف والصفا والمروة. رئاسة الشؤون الدينية للحرمين الشريفين هيأت المداخل والمخارج كافة بكامل طاقتها الاستيعابية، مع تخصيص أبواب للقاصدين من كبار السن وذوي الإعاقة للحفاظ على سلامتهم وضمان إنسيابية تنقلهم داخل المسجد الحرام. تتضمن الخطة كذلك إبراز فضائل الشهر الكريم وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الوسطية، فضلا عن تعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين وتمكينها لخدمة ضيوف الرحمن طوال الشهر الفضيل. وفيما يخص التطوع، فقد أتاحت رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين خلال موسم رمضان 15 مجالا تطوعيا يقدمها كوادر وطنية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن. المملكة حريصة دوما على تقديم سبل الراحة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر رفع مستوى الخدمات بأشكالها المتعددة خلال كافة المواسم. هذا وشهد المسجد الحرام توافد أعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين والمصلين، حيث تكثف هيئة العناية بشؤون الحرمين جهودها لاستقبال وفود المصلين مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات. كما شهد المسجد النبوي تدفق أعداد كبيرة من المصلين وزوار الروضة الشريفة قبل شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت أروقته وساحاته وسط أجواء روحانية آمنة ومنظومة من الخدمات الميدانية والرقمية التي عملت عليها الجهات المعنية في المدينة المنورة. تشارك المملكة اليوم العالم بالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، ويهدف إلى تسليط الضوء على بيان حقوق المرأة في شتى نواحي الحياة والاهتمام بالإنجازات الإنسانية للمرأة وتعزيزها. كما يعد هذا اليوم مناسبة للاحتفال بالتقدم في مجال تمكين المرأة بجميع أنحاء العالم. وفي اليوم العالمي للمرأة تبرز نجاحات السعوديات وإبداعهن وحضورهن الفاعل داخل المملكة وخارجها بإسهامات مستمرة وتمثيل مشرف للوطن على كل المستويات وبثقة ودعم القيادة. أثبتت المرأة السعودية للعالم قدرتها على المشاركة في مسيرة التحول والتنمية. بطموح وخطوات واثقة تضع المرأة السعودية بصمتها في تنمية المجتمع وازدهاره، فمن صانعة الأجيال إلى شريكة التميز والإنجازات الوطنية، قالها ولي العهد مع إطلاق رؤية 2030: أنا أدعم السعودية ونصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء. لتشهد أوضاع المرأة تحولات ضخمة فيما يتعلق بحقوقها المدنية والقانونية ودعم قدراتها لتحقيق العديد من الإنجازات العلمية، الاقتصادية، الدبلوماسية، التقنية والرياضية التي لفتت أنظار العالم. المرأة السعودية هي تشكل نصف المجتمع السعودي، اليوم تعمل في مجالات عديدة تكاد تكون كل المجالات، في عندنا نساء محاميات، عندنا نساء تعمل في مجال الأعمال، في الاقتصاد، عندنا نساء تعمل في الحكومة، نساء تعمل في أسواق التجزئة، تعمل في كل المجالات. لا نستطيع أن ننجح أو تنمو السعودية بدون المرأة والرجل. وبثقة ودعم لا محدود من القيادة، سعت المملكة لتحقيق طموحات المرأة بتبوء المناصب العليا ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، لتتخطى نسب مشاركتها مستهدفات رؤية 2030 في منتصف مسيرتها وتتجاوز 35% عام 2023، أي أكثر من ضعف ما كانت عليها عام 2017. قامت المملكة العربية السعودية بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة
ونوعية في مختلف المجالات، فاقت 50 إصلاحاً أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها. الإنجازات المشرفة عبرت بالمرأة السعودية حدود الكفاءة الوطنية إلى تحقيق قفزات عالمية لخدمة البشرية ومواجهة التحديات المستقبلية. حتى في حماية الوطن والمواطن أثبتت المرأة قدراتها في مجالات الدفاع والأمن بعد أن تحملت المسؤولية البرلمانية وحملت الحقيبة الدبلوماسية. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة. منحت الثقة الكاملة من القيادة حتى أصبحت المرأة السعودية قصة نجاح استثنائية فصولها ممتدة تلهم العالم وتثبت أنها نصف المجتمع الذي لا غنى عن جهوده لصناعة المستقبل. دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في 56 حياً في مدن الرياض، الدمام والمدينة المنورة لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء التي تنتهي في 28 من مارس الجاري. الهيئة أوضحت أن انتهاء مدة التسجيل في هذه الأحياء يترتب عليه عدم قدرة ملاك العقارات من إجراء التصرفات العقارية كالبيع أو الاستثمار لعقاراتهم إضافة إلى غرامات مالية بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد. يدخل تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من رمضان، بحيث لا يترتب ضرر على من تم إيقاف خدماته ولا ضرر يمتد إلى تابعي ذلك الشخص أو غيرهم. اعتبارا من الأول لشهر رمضان المبارك يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات بحيث لا يترتب ضررا على الموقفة خدماتهم ولا التابعين لهم، مثل العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. ثلاثة مراحل يتضمنها التنظيم الجديد: الأولى والثانية ستكون 15 يوما قابلة للتمديد، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف. التصحيح ومعالجة الطلبات شملا قرابة 157 و243 إيقافا، جاء ذلك وفق ضوابط محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم. طرق وضوابط تسلكها المملكة لصون الحقوق وخفض الضرر على المواطن والمقيم لتوفر بيئة تشريعية شاملة ومتكاملة
تحقيقا لما ترسيه رؤية المملكة المشرقة. لقناة الإخبارية نجلاء الأحمدي. نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرا عن نموذج عمل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة بصفتها مسؤولة عن تقويم وجودة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني وتنظيم الهيئة وأطر العمل التي تطبقها لأداء مهامها، بوصف الهيئة نموذجا من النماذج العالمية الجديرة بالإبراز. وأفاد التقرير أن رؤية 2030 أطلقت باقة من الإصلاحات التي أثمرت عن تغييرات على المستوى المؤسسي لنظام التعليم، مبينة أن إنشاء هيئة مختصة لتقويم التعليم كان عنصرا أساسيا في ذلك الإصلاح، ويشير إلى تركيز المملكة على التقويم لتحسين جودة التعليم بما يثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي. نشرت صحيفة أم القرى اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف البرامج إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الاستقلالية قدر الإمكان وجعلهم قادرين على العمل، حيث نصت اللائحة على ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة بناء على تقييم الإعاقة وشدتها، وألا يكون مستفيدا من أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة، كما نصت على أن يصرف للمستحق دعم مالي لا يتجاوز 20,000 ريال سنويا لكامل الأهلية، وإذا كان قاصرا أو ناقص الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته. ونصت اللائحة على منح الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين القادرين على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم بقيمة 50,000 ريال للشخص لمرة واحدة فقط. أهلا بكم، أحييكم من جديد. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط عدد من المحاولات لتهريب أكثر من 2 كيلوغرام من الكوكايين وما يقارب كيلوغرام من الهيروين، عثر عليها جميعا مخبأة داخل أحشاء مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات. تطبق الهيئة العامة للطرق في عسير حملة طرق آمنة ومتميزة بهدف تحسين شبكة الطرق في المملكة بما يضمن سلامة مستخدميها. تعد الطرق علامة مهمة للمشهد الحضري والسلامة العام، وفي منطقة عسير تطبق الهيئة العامة للطرق حملة طرق آمنة ومميزة في عامها الرابع بهدف تحسين شبكة الطرق وتحقيق تجربة مميزة. سيتم المرور والشخوص على 73,000 كيلومتر من أطوال الطرق على مستوى المملكة، ويتم من خلالها رصد الملاحظات، الآثار، الأضرار التي على الطرق للحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق ورفع مستوى السلامة، كما تهدف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي ترتكز على السلامة والجودة. كوادر بشرية ومعدات تشغيلية حديثة وتعاون مجتمع مستمر هو عنوان لبنية تحتية مستدامة. لدينا في منطقة عسير 6 فرق، مكون كل فريق من 10 أفراد يشارك فيه منسوبي وزارة النقل مع طلاب الجامعات مع القوات الخاصة لأمن الطرق، وحيث أن السيارات المستخدمة يوجد بها كاميرات الداش كام، ويتم استخدام البرنامج رقابة بلس من قبل الأفراد الموجودين في الحملة. وأخيرا أود التنويه بأن الفرد في المجتمع هو عضو مهم في هذه الحملة، حيث سيتم المشاركة فيها عن طريق الاتصال الموحد 938 أو برنامج 938 لرصد الملاحظات وإبلاغنا بها على الطرق. الحملة بتقنياتها المستخدمة تسهم في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة إلى 5.07% وفق التقرير الصادر مؤخرا من المنتدى الاقتصادي العالمي، والأولى عالميا في مؤشر ترابط الطرق، بالإضافة إلى أنها الأولى عربيا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية. عبد الرحمن السمير، منطقة عسير.
قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث قتل نحو 9 فلسطينيين وجرح عدد آخر إثر استهداف منزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات عند دواري النابلسي والكويت غربي مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 30,000 قتيل ونحو 72,000 جريح. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أنه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كورقة مساومة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع في القطاع. وقال بايدن إن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية، مشيرا إلى أنه أمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع. أصدر المركز الوطني للأرصاد تنويها بشأن المنخفض الجوي المتوقع بدءا من اليوم وتأثيراته، وقال المركز إن تأثير الأمطار في المنخفض الجوي المتوقع سيكون على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، إضافة إلى صحراء الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير جازان والباحة. من جهته أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى الحذر والالتزام بالتعليمات. كما توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول تكون مصحوبة بزخات من البرد. أيضا توقع المركز رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق الجنوبية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. مباشرة إلى العناوين. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تتويج الفائزين بكأس المؤسس للخيل العربية والخيل المهجنة الأصيلة غدا السبت. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد المقبل. هيئة العقار تجدد دعوتها لتسجيل العقارات في 56 حيا في الرياض الدمام والمدينة المنورة. وفي يومها العالمي المملكة تستعرض إنجازات تمكين المرأة السعودية. في أمان الله.